ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بكم. النائب بهاء الأعرجي يقول إن الأحزاب في العراق تبسط نفوذها وتتحكم بمقدرات البلد والمال العام بطرق ملتوية. أستاذ زياد، ما دور الأحزاب في الفساد الحكومي والإداري؟ لا يوجد في العراق أحزاب بشكلها الصحيح الذي نعرفه جميعا مثل أحزاب البقية. هناك عصابات ومافيات تحت مسمى أحزاب تجيزها الهيئة العليا للانتخابات أو المفوضية، وتدعم هذه التشكيلات في سرقة قوت الشعب العراقي. نحن نتحدث عن مافيات لها دور كبير في كل مفاصل الحياة في العراق، حيث تتسيد الموقف تماما وتسيطر على مقدرات الدولة من وزارة مالية إلى أراضي إلى كل مقدرات أبناء الشعب العراقي، حتى قوته والمواد الغذائية التي تدخل له. المهم، هناك فساد يجري في كل محافظات العراق من البصرة وحتى شمال العراق. الفساد يستشري في داخل المؤسسات أو ما تبقى من مؤسسات الدولة، في البلدية، في التجارة، في البطاقة التموينية، في دائرة الجنسية، في الكهرباء، في الماء، في الوظائف، في توزيع الدرجات الوظيفية، في الانتخابات. نتحدث عن دولة فساد بكل معنى الكلمة، فكل ما تأسس من بعد 2003 لحد الآن هي منظومة كبرى للفساد، استطاعت أن تسرق أكثر من 1,000 مليار دولار من قوت أبناء الشعب. نتحدث عن أغنى دولة في العالم، ولكنها حاليا تعيش في أسوأ وضع في العالم، فالتعليم متدني والصحة متأخرة وكل شيء متراجع في هذا البلد بدون استثناء. لذلك منظومة الفساد تعشعش الآن في العراق، وهي تتحكم بمصير العراق وبمصير العملية السياسية في العراق، وهي من تدعم كل الفاسدين. وكل فاسد في العراق هو لديه ميليشيا وقوة يسيطر على الأرض، وهو الوحيد الذي قادر عن أن يتحكم بمقدرات الشعب العراقي. الفساد والفساد فقط. الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال طالما تحدثت عن محاربة الفساد، يعني منها حكومة عبد المهدي وقبلها حكومة حيدر العبادي، كيف ترى تعاطي الحكومات المتعاقبة مع هذا الملف؟ هذه الحكومات وما أفرزته من شخصيات ووزراء ورئاسات وزراء أتى بها الفساد، أتت بها الميليشيات، أتى بها القتل والطائفية، أتى بها السرقات من دوائر الدولة. هذه الجهات مولت نفسها عبر سرقات الشعب العراقي من خلال البطاقة التموينية، سرقت من خلال وزارة الدفاع حيث سلمت المناصب إلى جهات غير مسؤولة استطاعت أن تسلم محافظات بأكملها للإرهاب. هذه الجهات هي نفسها التي أسست للطائفية، فلان سني وفلان شيعي وفلان كردي وفلان عربي وفلان إلى آخره. هذه الجهات تعاملت مع كافة الملفات حسب مصلحتها. لذلك نجد بأن الحكومات السابقة من عام 2003 ولحد الآن أسست إلى إمبراطورية الفساد. لن تجد بلدا في العالم كله لديه حجم الفساد مثل ما لدينا الآن في العراق. لن تجد وزراء يبيعون عقود النفط إلى شركات أجنبية مثل ما حدث مع أون بترول وتم ذكر ذلك. لن تجد صفقات سلاح لا تعمل، وإنما هناك كوميشنات وهناك نسب ذهبت إلى حيتان الفساد الكبرى في العراق. لا يوجد مسؤول في هذه الدولة أو برلماني إلا وتعاطى وتعامل مع الفاسدين والفساد والسراق. سرقوا أبناء الشعب في وضح النهار، بل أسسوا وشرعوا الفساد عبر انتخابات وزوروا نتائج تلك الانتخابات ونسب المشاركة بها، وليضيفوا لهم مقاعد حيث أن في محافظة نينوى على سبيل المثال. طيب، أستاذ زياد، سرقات وفساد. يعني هذا الفساد بالتأكيد أثر على أوضاع العراقيين الاقتصادية والمعيشية. وكالة التصنيف الائتماني تحذر من زيادة الديون العراقية على مدار 4 سنوات مقبلة. يعني في بلد كما تعلم يطوف على بركة من النفط والبترول، كيف يعني تتوقع أن تكون هذه أو آثار الفساد على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في بلد
مديون الآن؟ أخي الكريم، من يحكم هو الفساد في العراق بكل معنى الكلمة. هذا التأثير سيكون واضحا. نحن نتحدث عن منظومات واحدة متداخلة مع الأخرى، نتحدث عن شخصيات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها شخصيات فاسدة، من محافظين، من مسؤولين من الميليشيات. حسين المالكي أبو خميني يأخذ الأداوات باسم الدين من الملاهي الليلية، من الحانات، من مراكز القمار. لدينا شخصيات في محافظة صلاح الدين مثل أبو مازن، عرف بفساده الذي يسكم الأنوف وسرقاته وأحكام التي صدرت بحقه، ولكن الدولة هي من تدعم الفساد، الميليشيات من تدعم الفساد، من تزرع وتسقي هذا الفساد لكي ينهار الاقتصاد العراقي، تنهار منظومة الدولة العراقية. وهذا ما يحدث الآن، لأن تلك الشخصيات لا تعبأ بمصير العراق، همها الوحيد جمع أكبر عدد ممكن من المبالغ وتحويلها للخارج، في لبنان، الأرصدة تجدها في إيران، تجدها في أوروبا، وغسل الأموال، عمليات غسل الأموال. هذا ما يحدث الآن في العراق. العراق آخر همهم الوحيد هو عبارة عن مكتب لتحويل النقود فقط من داخل العراق إلى خارجه، عبر كافة العمليات، من المخدرات، من السلاح، من غسل الأموال، من شراء الدولار. والحكومة ترعى ذلك الشيء، الحكومة، وأقصد بها كل الحكومات المتعاقبة. شكرا لك. آخر ما يهمهم الاقتصاد العراقي وبناء الدولة العراقية. شكرا لك أستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.